ليس من القضاء اللبناني وحسب، فإن السعودي ماجد الماجد مطلوب سعوديا ودوليا، إذ سبق لوزارة داخلية الرياض أن أدرجته ضمن قائمة تضم 85 عنصرا خطرا في شباط من العام 2009 رصدوا يتنقلون في المثلث الإيراني الباكستاني الأفغاني. وبحسب صحيفة الوطن السعودية وتحت عنوان الجيش اللبناني يصطاد قاعدي طهران، فإن الماجد تلقى تدريبات مكثفة في كل من وزيرستان ولاحقا في إيران التي سبق وأوت قيادات وعناصر تنظيم القاعدة بزعامة المصري سيف العدل بعد فرارهم من أفغانستان إبان الحرب الأمريكية. وتولى الماجد مسؤولية كتائب عبد الله عزام في عام 2010 خلفا لصالح القرعاوي. السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري أكد أن الماجد مطلوب من السلطات السعودية التي تنتظر فحوص الحمض النووي من الجيش اللبناني للتأكد من هويته. ماجد الماجد هو ضمن المطلوبين من للعدالة في المملكة العربية السعودية بحكم انتمائه إلى تنظيم القاعدة. نحن يعني ننسق ونتابع ونحن يعني حريصين كل حرص على أنه إذا ثبت أنه ماجد الماجد الموجود أنه يقدم بالعدالة السعودية، ونحن على تنسيق مع الحكومة اللبنانية في هذا الصدد. يعني هو مواطن سعودي فنحن سنطالب فيه. هل هناك شخص سعودي آخر كما ذكرت بعض وسائل الإعلام؟ لا علم لدينا. في المقابل رد عسيري على كل من يتناول دور المملكة العربية السعودية لجهة مكافحة الإرهاب. يؤسفني بعض ما سمعته في بعض وسائل الإعلام، يعني لا نريد أحد أن يزايد على المملكة العربية السعودية في عملية مكافحة الإرهاب والجهود التي بذلتها في مكافحة الإرهاب يعني وتتبع الإرهابيين. لا يجوز أن يكون هناك أي إشارات للمملكة العربية السعودية، لأن الشخص الذي ألقي القبض عليه ماجد الماجد هو ضمن قائمة الإرهابيين التي تلك نفسها بتطالب فيهم وتتابعهم وتحاول تقديم القبض عليهم وتقديم العدالة. وعبر المستقبل رد عسيري على من تناول مكرمة المملكة العربية السعودية للجيش اللبناني. اسمحيني أقول أن هذا من العيب أن تواجه مكرمة الملك بهذه المشاعر من ناس أنا لا أعتقد أنهم يمثلوا الوطن ويمثلوا لبنان في محبتهم له، لأنه الجيش هو من كل الطوائف وهو حامي الوطن الأول، والجميع يؤمنون في قدراته و حفاظه على لبنان. فما سمعناه هذا شيء مؤسف جدا للغاية، ومن العيب أن يتجرأ بعض الأشخاص الذين لا أعتقد أنه وفق توجيهاتهم، ولكن هو وفق توجيهات جهات أخرى لا تود الخير للبنان ولا تود الاستقرار للبنان، وهي تعمل لي 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 على ذلك لزعزعة الأمن والاستقرار لبنان. ونحن نعلم الشيء هذا، الجيش هو عماد الوطن في لبنان، الجيش هو تركيبة من كل الطوائف، وبالتالي دعم الجيش هو دعم كل اللبنانيين ودعم الاستقرار في لبنان ومحبة الوطن ولأهله. إشارة إلى أن الجيش اللبناني قد ألقى القبض على الماجد خلال خروجه من إحدى مستشفيات بيروت، وهو بحال صحية حرجة جدا جدا بحسب ما أكد مصدر لتلفزيون مستقبل.